صاحب المركز الثاني لمواجهة ساندرلاند الجريح وعينه على انتصار جديد. وعلى ملعب الاتحاد يستقبل مانشستر سيتي ضيفه بيرلي، أما مانشستر يونايتد فينتقل لمواجهة ويست هام يونايتد. بعدما أنهى السنة الماضية في المركز الثاني وبانتصار ثمين أمام المان سيتي، ها هو ليفربول يريد أن يستهل العام الجديد بفوز سيكون الرابع عشر له هذا الموسم، عندما يرحل لمواجهة ساندرلاند الذي يقبع في منطقة الهبوط. رجال مدرب كلوب الذين لم ينهزموا في آخر خمس مباريات لهم في الدورية يريدون مواصلة العصف على وتر الانتصارات من جهة، ومواصلة تضييق الخناق على البلوز من جهة أخرى، لكن جماهير الريدز تخوف من صحوة القطط الغارقة في هذه الجولة. تابعت مباراة بيرنلي وساندرلاند، انهزموا برباعية واكتشفت العديد من نقاط الضعف، ولكن سنرى ما سيحدث فوق أرضية الميدان. في الجهة المقابلة أبناء المدرب بيب غوارديولا وبعدما تراجعوا إلى الصف الخامس يريدون التصالح مع جماهيرهم عندما يستقبلون بيرنلي على ملعب الاتحاد. مهمة السيتيزنز لن تكون سهلة أمام خصم عنيد سيدخل المواجهة منتشيا بالفوز والرباعية التي سجلها في مرمى ساندرلاند في الجولة الماضية. أما جماهير ملعب الاتحاد فهي متخوفة من انهيار بدني قد يتعرض له لاعبو السيتي بعد المباراة الصعبة السبت الماضي أمام ليفربول. الجميع يتساءل إذا كان بإمكاننا تقليص فارق النقاط بيننا وبين تشيلسي، لكنني لا أفكر إلا في المباراة المقبلة ولا أريد أن نضغط على أنفسنا، نحن مركزون على مباراة بيرنلي فقط. قطب مدينة مانشستر الآخر الذي تحسنت نتائجه بصورة واضحة في الجولات الأخيرة، خمسة انتصارات متتالية زادت من عزيمة رجال المدرب مورينيو الذين يريدون وضع بصمتهم ضمن ثلاثي الصدارة، ورحلتهم لمواجهة ويست هام يونايتد ستكون بشعار الفوز لا غير. مورينيو يريد أن تتأكد المقولة انتصاراتنا المتتالية لم تكن محض صدفة. يعيش نادي مانشستر سيتي